بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف رسل الله وعلى آله وأصحابه الفائزين برضا الله وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين علينا وعلى ذرينا وأحبابنا ومصنف الكتب التي نعلمها ونتعلمها وعلى أهل الخير والطاعة وعلى مشايخنا وأساتذتنا وعلى من له حق علينا وسائر المؤمنين أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم رب يسر ولا تعسر رب زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وادبا رب تمم بالخير والسعادة والله وليه التوفيق ومنه التحقيق وبه التصديق ثم وبعد فإن مبنى علم الشرائع والأحكام وأساس قواعد عقائد الإسلام هو علم التوحيد والصفات الموصوم بالكلام المنجي عن غياهب الشكوك وظلمات الأوهام وإن المختصر المسمى بالعقائد للإمام الهمام قدوة علماء الإسلام نجم الدين نجم الملة والدين عمر النسفي أعلى الله درجته في دار السلام يستمر من هذا الفن على غرر الفرائد ودرر الفوائد في ضمن فصول هي للدين قواعد وأصول وعثناء نصوص هي لليقين جواهر وخصوص مع غاية من التنبيه والتهذيب ونهاية من حسن التنظيم والترتيب فحاولت أن نشرحه شرحا من الشارح يذكر هنا ضعائف شرحه لهذا الكتاب وفي بدايته أشار إلى فاضل علم الكلام وبعده يعني بعد الآداب والمطلوبات الابتدائية يعني بعد البسملة والحمدلة والصلاة فإن مبنى علم الشرائع والأحكام كذلك أساس قواعد عقائد الإسلام كلاهما هذا المبنى وهذا الأساس كلاهما هو علم التوحيد والصفات أو علم الكلام أو علم الإيمان ذكرت أن أسماء هذا العلم في المقدمة أسماء كثيرة فإذا ما بنى علم الشرائع والأحكام ماذا أراد بعلم الشرائع والأحكام يعني علم الفقه علم الأعمال هذا الذي أراد به ما بناه علم التوحيد لماذا؟ لأن شرط صحة العمل وكذلك شرط قبوله قبول العمل هو الإيمان الصحيح بدون بداية ولا نفاق ولا زندقة وهكذا فهذا يعلم من أين؟ من علم التوحيد والصفات ومن علم الكلام يعني رجل يعمل كثيرا يصلي ويصوم كذا كذا كثير مع النفاق أو مع الكفر والشرك أو مع البداية فإذا إما لا يصح عمله أو لا يقبل عمله إن كان مبتدئا من أهل القبلة لا يقبل عمله
كما ذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنه يروى عنه رواه الإمام مسلم رضي الله عنه في جامعه كأنه أول حديث في مقصود الكتاب لو كان لأحد منهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله فلا يقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر حينما سئل عن القدرية عجاب لمن هذه الجملة في الجواب عن القدرية يعني لا يقبل الله عمل القدرية قدرية حتى يؤمن بالقدر كذلك كل مبتدئ لا يقبل الله عمل المبتدئ حتى يترك ويتوب عن بدعته ويرجع إلى السنة إذن هذا مبنى علم الشرع والأحكام هو علم التوحيد والصفات كذلك أساس قواعد عقائد الإسلام عقائد الإسلام يعني ما يعتقده المسلم اعتقادا صحيحا هذه عقائد الإسلام يكون لهذه العقائد قواعد فإذا أساس هذه القواعد أيضا علم التوحيد والصفات القاعدة ما هي تعلمون قاعدة قلية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها هذه هي القاعدة إذا أساسها علم التوحيد ثم أساس العقائد الإسلامية هنا ذكر علم التوحيد والصفات فهذا علم التوحيد والصفات مدون لبيان يعني عقائد الإسلام نعم وهذه العقائد الإسلامية مستندة إلى الكتاب والسنة لذلك يمكن أن يقال أساس العقائد الإسلامية هو الكتاب والسنة ذاك بمعنى آخر هذا ذكر يعني أحمد الخيالي رحمه الله في حاشيته وأساس العقائد الإسلامية هو الكتاب والسنة لأن العقائد يجب أن تستفاد من الشرع ليعتد بها نعم من العقائد الذي استنبطت من الكتاب والسنة يعتد بها يعني يمكن أن يستنبط بعض العقائد الصحيحة من العقل من دون الكتاب والسنة مثلا هذا العالم حادث له محدث من هو المحدث الله تعالى له صفات الحياة العلم القدرة هذه كلها يمكن أن يدرك بالعقل مع ذلك متى تكون هذه العقائد معتبرة في الدين لو كانت مستنبطة من الكتاب والسنة وهما يتوقفان على المسائل الكلامية ففي هذه القرينة ترق في المدح لشمول الأولى للكتاب والسنة بخلاف الثانية مبنى علم الشرائع والأحكام كذلك أساس قواعد عقائد الإسلام علم التوحيد والصفات إذا ذكر يعني وهما ما هما هذا الكتاب والسنة يتوقفان على المسائل الكلامية لماذا هذا مسائل من مسائل الكلامية هذا وجود الله سبحانه وتعالى وكذلك توحيده سبحانه وتعالى ثم بعثته والرسل وكذلك كون محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فهذه أمور مستنبطة بالعقل الكتاب والسنة يتوقفان على هذه المسائل نعم ففي هذه القرينة ترق في المدح لشمول الأولى للكتاب والسنة بخلاف الثانية نعم
ويمكننا يقال أساس العقائد أدلة التفصيل إذن هناك ذكر أساس قواعد عقائد الإسلام ما هو الأساس هذا أساس يعني علم التوحيد إذن أساس العقائد الإسلامية ما هو يعني قواعد العقائد الإسلامية ما هي هذا الكتاب والسنة ثم بعد ذلك يمكننا يقال أساس العقائد يعني قواعد القاعدة بمعنى الأساس لغة فإذا أدلتها التفصيلية وهي تتوقف في هذا العلم أرى هذا العلم بناء أن مباحث النظر والدليل جزء منه على ما هو المختار ثم فإذا هذا علم التوحيد أصل لهذا وفي هذا إشارة إلى فضل علم الكلام بما هو أساس كل شيء دينا ثم المنجي عن غياهد الشكوك والظلمات الأوهام هذا علم التوحيد والصفات سمي بعلم الكلام لما سمي بعلم الكلام سيأتي البيان ثم المنجي هذا علم التوحيد ينجي يعني صاحب هذا الاعتقاد أن أي شيء عن غياهد الشكوك والظلمات الأوهام ما معنى غيهب غياهب جمع غيهب هذه الظلمة الغيهب ما اشتد سواده الظلمة الشديدة ثم بعده ذكر ظلمات الأوهام هذه ظلمة عادية أما غيهب يعني ظلمة شديدة اشتد سوادها ثم فلرجحان الشك على الوهم أضاف الغيهب إليه والظلمة المطلقة إلى الوهم يعني هنا أضاف الغيهب إلى الشك لأن الشك أشد الشك يرجح على الوهم ثم هذا المنجي من غياهد الشكوك والظلمات الأوهام هذه بيان فائدة من فوائد علم الكلام أو علم التوحيد والصفات علم التوحيد ينجي صاحب العقيدة الصحيحة عن غياهب عن الظلمات الشديدة التي تكون من الشكوك وكذلك ينجي من ظلمات مطلقة تنشأ من الأوهام ثم بعده هذا غياهب الشكوك وظلمات الأوهام ماذا أراد بغياهب الشكوك وظلمات الأوهام غياهب الشكوك وظلمات الأوهام أراد بها المصنف تعريضا بالحكمة النافية للصفات وبكلام نفاة الصفات وهؤلاء نفاة الصفات من المبتدعات وهم المعتزلة وكذلك الحكمة يعني علم الحكمة هي تنفي الصفات فإذا أراد المصنف التعليل بهذه الحكمة وكذلك بكلام نفاة الصفات فإذا غياهب الشكوك أراد بها تعليل الحكمة النافية للصفات يعني هذا ما يقول يعني أصحاب فن الحكمة والفلسفة ظلمات الأوهام يعني أراد به تعليل بكلام نفاة الصفات هذا خصوصا لكن أراد به عموما يعني شبهات المبتدئة ثم وإن المختصر المصنع فإذا بعد الآداب شارح الطبراني رحمه الله ذكر يعني فضلا لعلم الكلام ثم فائدة لعلم الكلام ثم يدخل بيان فضل لهذا الكتاب يعني العقائد النفسية وأن المختصر لا وإن المختصر على اعتبرنا لقوله وإن مبنى علم الشرائع وإن المختصر المسمى بالعقائد سمي هذا المختصر بالعقائد
لمن على الإمام الهمام قدوات علماء الإسلام نجم الملة والدين عمر النسفي رحمه الله. عمر النسفي النسف كما تعلمون من أوزبكستان وتوفي بسمرقند سنة 37 كما ذكر في كشف البنون. توفي في 37 فإذا هذا عمر النسفي رحمه الله من أبناء القرن السادس. هذا عمر النسفي نجم الدين ثم هذا من النسف يعني اشتهر كثير من العلماء مثلا آخر عبد الله النسفي له أيضا تصنيفات كثيرة. نعم أعلى الله درجته في دار السلام دعا له. ثم غدوة علماء الإسلام نجم الدين نجم الملة والدين الملة والدين كلاهما واحد ما صدقا يعني يصدقان على شيء واحد. ذكر الخيالي هما متحدان بالذات يعني ما صدقا هما واحد الملة والدين يطلقان على شيء واحد. الدين هو ولع إلهي كما عرفه العلماء ولع إلهي سائق لذوي العقول إلى ما هو باختيارهم المحمود إلى ما هو خير بالذات. هذا هو الدين هذا هو الملة لكن الفرق بينهما بالاعتبار كيف؟ فإن الشريعة من حيث أنها تطاع دينا الدين مستق من دان دين. فإذا هذا الدين أو هذا الشريعة الشرع يدان الناس يطيعونه له لأجل ذلك سمي دين. ومن حيث إنها تملى وتكتب ملة يعني هذه الشريعة أحكام الشرع تملى يعني تذكر للكتابة تملى وتكتب تسمى ملة. فإذا الإملاء هو يعني الذكر لأجل الكتابة التلقين لأجل الكتابة هذا الإملاء بالهمزة ليس الإملال. والملة مشتقة من الإملال لذلك قال والإملال هو بمعنى الإملاء. ثم مناسبة أخرى أيضا ذكرت لتسميتها ملة وقيل من حيث إنها يجتمع عليها ملة سمي ملة لماذا؟ لأنه يجتمع عليها الناس يجتمعون عليها. ثم أعلى الله درجته في دار السلام هذا دعاء هكذا الدعاء للعلماء والأئمة والصالحين مطلوب. ذكره ابن حجر رحمه الله في التحفة مشروعيته وقال هو يعني شرع بقوله تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان هكذا هناك دعاء الذين سبقونا بالإيمان. فإذا هناك في الآية الدعاء بالمغفرة وهنا ذكر إلى الله درجته في دار السلام فكذلك الأئمة يدعى لهم بالرحمة ما يقال رحمة الله عليه أو رضي الله عنه أو نور الله مرقده أو قدس الله سره هكذا الدعاء مختلف. ابن حجر رحمه الله ذكر هناك يعني في الآية مغفرة هي خاصة وهذا المغفرة ليس مرادا بالتعيين بل الدعاء لهم بالعموم هذا هو المراد في الآية. ثم استدل بدعاء النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لموسى عليه السلام بالرحمة ودعاه له حينما دعا له ليلة
حينما ذكر قصته مع خضر عليه السلام رحم الله موسى. فإذا هكذا بالرحمة أو بالتربية. ثم هناك بعض العلماء يفرق بين الدعاء بالتربية والترحم، هذا التربية للصحابة والترحم لمن بعدهم، لكن هذا ليس براجح، لكن الراجح هذا الدعاء بالتربية بالرضا، يعني التربية للصحابة وغيرهم، الترحم أيضا للصحابة وغيرهم، كلاهما سواء. نعم، هذا هو الراجح. فإذا هكذا الدعاء مطلوب. أصنف الشارح الطبراني رحمه الله أدى هذا الواجب. نعم، أعلى الله درجته في دار السلام. دار السلام الجنة. لماذا سميت بدار السلام؟ لسلامة أهلها من كل ألم وآفة. ليس هناك ألم ولا آفة في الجنة، ولا الراحة والسلامة فقط. فإذا دار سلامة، هذا هو دار السلام من كل آفة وألم. إما هكذا أو لأن خزنة الجنة تقول لأهلها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، يعني خزنة الجنة يقول لأهل الجنة عندما يدخلون سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فإذا ما معنى دار السلام؟ دار يقول خزنتها لأهلها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، هذا معنى دار السلام. ثم قيل مناسبات أخرى، ولأن السلام اسم من أسمائه تعالى فأضيف إليه تشريفا. دار السلام معناه دار الله، هذا دار الله معناه مثل بيت، مثل وصف الكعبة ببيت الله، أو مثل وصف المساجد ببيت الله، هكذا. يعني تشريفا دار السلام دار الله تعالى السلام. ثم ومعنى هذا الاسم هو الذي منه وبه السلامة. فإذا لماذا أضيف إلى الله تعالى؟ معناه من الله السلام وبه السلامة، هكذا. ثم مناسبات أخرى أيضا ذكرت، يعني هناك الأهل، يعني وهم بعضهم أهل الجنة، بعضهم يسلم على بعض، لا يسمع فيها لغو ولا تلثيم. هكذا قال الله تعالى في وصف الجنة، لا يسمع فيها لغو ولا تلثيم إلا قيلا سلاما سلاما. هكذا مناسباتنا. ثم يستمل هذا المختصر المسمى بالعقائد، يستمل على من هذا الفن، من هذا الفن معناه من علم التوحيد، على غرر الفرائض ودرر الفضائل. يستمل على غرر الفرائض، غرر جمع غرة، هذه يعني البياض في جبهة الفرس أصلا، في الأصل هذا معناه، هذا البياض يكون فوق مقدار درهم. ثم هذا استهر في كل شريف، إذن معنى غرر يعني شرائط. نعم، شريف. الفرائد، فرائد جمع فريدة، فريدة معناه الدرة الكبيرة السمينة، سميت فريدة لانفرادها في الصدف، نعم، أو لرف الصيرفي، أو لانفرادها في بلد أو إقليم، أو الانفراد مالكه كذلك. هكذا وجوه كثيرة. على كل حال هنا الفرائض أراد بها المسائل مثل الفرائض، يعني المسائل الثمينة الغالية، المهمة جدا. ثم ودرر الفوائد، كذلك يشتمل على درر الفوائد، الدر درر جمع درة، والفوائد جمع فائدة، درر الفوائد.
കിതാബ് ثم الشارح يبين يصف يعني عبارات الكتاب هذا يستمر في ضمن فصول فهذه الفصول هي للدين قواعد واصول وكذلك اثناء نصوص وهذه النصوص هي لليقين جواهر وخصوص اذن ذكر ان معاني مسائل هذا الكتاب انها غرر الفرائض وضرر الفوائد ثم وصف عبارات الكتاب أنها قواعد وأصول للدين وجواهر وخصوص لليقين أصول هي للدين قواعد وأصول أثناء نصوص هي لليقين جواهر وخصوص إذن اليقين هو المطلوب في علم الكلام لذلك صار هذا هذه النصوص يعني جواهر وخصوص لليقين خاص هو يعني جوهر خاص جوهر خاص ثم النصوص ماذا أراد بها هنا من الألفاظ المستعملة في معانيها الوضعية المتبادرة على النص اليقين يعني المتيقن معناه ما شأنه أن يتيقن فص الشيء صفوته فاصله فص الخاتم يعني أن تلك النصوص باعتبار مدلولاتها خيار المسائل التي يجب اتقانها هكذا ذكر يعني الكستلي في حاشيتهما ثم النصوص يطلق على معان كثيرة مثلا هذا النصوص تطلق على الألفاظ الواردة من الكتاب والسنة سواء كانت قطعية المدلول أم لا النص يقال في مقابلة الإجماع والقياس معناه من القرآن والسنة إذن لو قيل لمسألة دليله نص أو استنبط من النص معناه ليس دليله إجماعا ولا قياسا بل هذا النص يعني من القرآن والسنة مذكور بالقرآن والسنة هذا مسألة يعني من النص ثم دليل من النص معناه هكذا وكذلك يقال فإذا لا يكون قطعية بل لنية أيضا فتارة على هو المنصوص في المدلول لا يحتمل غيره يعني معنى منصوص نفس معناه هذا لفظ مستعمل في معناه الوضعي المتبادر لا يحتمل غيره هذا يقال في مقابلته يعني المطلق أو المقيد أو يعني النفس الظاهر أو المؤول وهذه كلها قسيمات النص كذلك عند سادة الشافعية يعني كلام معنى للنص معناه نص يعني قول الإمام الشافعي رضي الله عنه يقال له نصا ثم للإمام النووي رحمه الله اصطلاح خاص في كتابه المنهاج وكذلك في كتابه الروضة النص لو قال الإمام النووي رحمه الله النص معناه هذا قول للإمام الشافعي رضي الله عنه في مقابله
وجه ضعيف أو قول مخرج من السنة. وهكذا يعني اصطلاحات كثيرة. نعم. ثم هي لليقين جواهر وخصوص. ما غاية الباقي بعدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.